عشر أماكن يجب عليك زيارتها قبل أن تختفي من العالم. الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا هو أكبر حاجز مرجاني في العالم، ويغطي مساحة أكبر من 344 ألف كيلومتر مربع. لطالما كان الحاجز عامل جذب للسياح للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وبعد زيادة التحديات المناخية بدأ الهيكل المرجاني بالتآكل بشكل منتظم منذ سنوات وحتى الآن. وبسبب تزايد درجة حرارة المحيط والتلوث الهائل، هذه الأعجوبة الطبيعية من الممكن أن تتدمر خلال المئة عام القادمة. مدينة البندقية في إيطاليا. المدينة الإيطالية التي لطالما عرف بأنها أكثر المدن رومانسية في العالم بفضل قنواتها الساحرة تواجه الانهيار، حيث أن المدينة تغرق منذ مدة، وذلك مع تزايد أعداد الفيضانات التي تتعرض لها كل عام. وبسبب ذلك ستصبح البندقية غير صالحة للسكن مع نهاية هذا القرن. البحر الميت يقع بين فلسطين والأردن. البحر الميت هو أشد البحار ملوحة في العالم، وهو مكان تاريخي قديم تذهب إليه الرحلات السياحية للاستشفاء بمياهه المليئة بالمعادن والأملاح المفيدة. خلال الأربعين عام الماضية تقلص حجم البحر بمقدار الثلث، ونقص منسوبه بمقدار 24 متراً، ويعتقد الخبراء بأنه سيختفي في غضون 50 عام بسبب سحب الدول المجاورة لمياه نهر الأردن، وهو مصدر المياه الوحيد المغذي له. الحديقة الجليدية الوطنية في مونتانا، الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الحديقة كانت في فترة ما موطناً لأكثر من 150 نهراً جليدياً، أما الآن فيوجد بها أقل من 25 نهراً، وذلك بسبب التغير المناخي السريع، ومن الممكن أن يتقلص العدد إلى صفر بحدود عام 2030، الأمر الذي لن يترك فقط الحديقة دون أي أنهار جليدية، ولكن أيضاً سيحدث خللاً بالنظام البيئي هناك. جزر المالديف هي أكثر دولة انخفاضاً على الأرض بمتوسط ارتفاع يبلغ 1.5 متر فوق مستوى سطح البحر. سكان هذه الجزر الجميلة من الممكن أن يغمروا بالماء خلال المئة عام القادمة إن استمرت مستويات البحر في الزيادة، وفي الفترة الحالية أصبحت المخاطرة كبيرة، الأمر الذي دفع حكومة المالديف إلى شراء أراض في دول أخرى للمواطنين الذين يواجهون غرقاً لمساكنهم على الجزر. جمهورية سيشل. تتكون الجمهورية من حوالي 115 جزيرة، وتقع في المحيط الهندي، وتعد موطناً لأفضل المنتجعات السياحية الفارهة في العالم. يبلغ تعدادها السكاني ما يقرب من 90 ألف مواطن، ولكن هذه الجزر في خطر بسبب تآكل الشاطئ بسبب حركة الأمواج القوية في المحيط. ويعتقد بعض العلماء أنه خلال 50 إلى 100 عام ستغرق هذه الجمهورية بالكامل. ثلوج جبال الألب. تعد إحدى أهم مناطق التزلج على الجليد في العالم في الفترة الحالية، وبسبب الاحتباس الحراري وتغير المناخ أصبحت هذه الجبال أكثر عرضة لذوبان الثلوج فيها، فحوالي 3% من الجليد الواقع عليها يفقد كل عام. ويعتقد العلماء أن الجليد هناك سيختفي بالكامل في حدود عام 2050. جزر ماجدولين في كندا. جزر ماجدولين هي واجهة سياحية محبوبة في خليج سانت لورانس، ولكن هذه الجزر تتعرض بانتظام للكثير من الرياح القوية. فبالرغم من وجود جدار من ثلج البحر والذي يصد أسوأ الأحوال الجوية، إلا أن شاطئ الجزيرة يتآكل حالياً بمعدل متر واحد في العام. والأمر الذي يقلق أكثر هو أن الجدار الثلجي الحامي يذوب بسرعة، ولو صح ما يعتقده الخبراء فإن الجليد هناك سيذوب بالكامل في غضون 75 عاماً القادمة. ألاسكا، الولايات المتحدة الأمريكية. إن صحاري التندرا في ألاسكا هي إحدى أكثر الخصائص المميزة للولاية، وتعد هذه الصحاري أهم العوامل التي تجذب السياح، ولكن التغير المناخي أدى إلى ذوبان الجليد في هذه المنطقة دائمة التجمد، الأمر الذي لا يضر فقط بالبنية التحتية للمنطقة، وإنما أيضاً يغير بشكل كبير من النظام البيئي الحالي. نهر أثاباسكا الجليدي في كندا.
النهر الجليدي الأكثر زيارة في أمريكا الشمالية، وهو جزء من المنطقة الجليدية الكولومبية، ويغطي منطقة بمساحة 6 كيلومتر مربع. النهر كان يذوب على مدى 125 عاماً الماضية، وتراجعت حافته الجنوبية ما يقرب من ميل واحد. أما الآن فإن النهر يتقلص بأسرع معدلاته ويخسر ما بين مترين إلى 3 أمتار كل عام.